امي قالت ابني شو ما بين قلو لها جوا التراب تعين لو امي قالت ابني شو ما بين قولوا اوله جوا التراب تعين اتمنى ارجع بس اشمها دفنون بي وبالي اشر وراسي ما صحت اخ قولوا اوله ترفع خشمها شلال من طحتش حلاتي لي خرمشن خدهن خواتي جناحن شالن غطى اللوح 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 حسبالن حنط الفخات انا الشهيد الطاح لجل التغيير سولي يا عالم قبر بالتحرير انا الشهيد الطاح لجل التغيير سوني يا عالم قبر بالتحرير انا البريء الماخذ احلامه وياي صغير ولا كلفت المغسل الماي شقد عندي وي غاز القنابل تذكر قبل المسيلم بج عين الايجار ما لحقت البس حلقتي قناص هم خرب كشختي جيبوا لقاط وغرفة اخشى بخشى بخشى ليش اللحد صاير غرفتي يا يم تمنيت قبري يصير جامع مشتاق لاصحاب النشام قولوا لهم صاحبكم يقول 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 ما ارجع لهم بالسلامة بالسلامة بسرعة خلص عمري ما عشت هواي صغير ولا كلفت المغسل ماي بسرعة خلص عمري ما عشت هواي صغير ولا كلفت المغسل ماي